نعم، بطبيعة الحال هذه مجزرة إسرائيلية جديدة الآن ترتكب حق النازحين، لا سيما في منطقة المخيم الجديد، بأن سيارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مدرسة العروبة في منطقة المخيم الجديد. هذه المدرسة التي قد تعرضت سابقا لعملية استهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هذه المرة عاودت مجددا طائرات الاحتلال الإسرائيلي وأغارت على هذه المدرسة، أدى ذلك لإصابة العشرات من النازحين. هناك إصابات بالغة الخطورة بصفوف الأطفال هنا داخل قسم الاستقبال بمستشفى العودة، حيث لا تزال حتى هذه اللحظات سيارات الإسعاف وكذلك السيارات المدنية والمواطنين كذلك من خلال الدراجات الهوائية والدراجات النارية يقوم بانتشال ونقل المصابين. ما يعني شاهدناه قبل قليل داخل قسم الاستقبال، يعني هنا كما تشاهدون الآن يتم تحويل إصابة خطيرة جدا لطفل، الآن ينقل عبر هذه السيارة باتجاه مستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح. ما شاهدناه بالحقيقة داخل قسم الاستقبال وداخل قسم العناية المكثفة في مستشفى العودة، 8 أطفال قد يعني أصيبوا بجراح يعني خطيرة جدا بفعل هذه الغارة الإسرائيلية المباغتة على هذه المدرسة التي تأوي المئات من النازحين القادمين من مناطق مختلفة في غزة وشمالها ومناطق هنا في وسط القطاع. نحن أمام حصيلة حتى هذه اللحظات 13 إصابة فقط وصلت الآن، بينها إصابات خطيرة. الآن أيضا يتم نقل إصابات خطيرة، أيضا تنقل هما هذه الإصابات هي لرضع كما يعني نشاهد الآن يتم إدخالها لداخل هذه السيارة. طبعا هذه سيارة عناية مكثفة تابعة لمستشفى العودة، الآن يعني سيقوموا بنقل هذه الإصابات الخطيرة لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. هناك شهداء حسب ما وردتنا المعلومات قبل قليل بفعل هذه الغارة الإسرائيلية. نحن أمام 3 من الشهداء وعدد من المصابين جلهم من الأطفال والنساء. من بين الشهداء 2 أطفال بفعل هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت يعني منزلا أو مدرسة تأوي نازحين في منطقة يعني المخيم الجديد بالنصيرات، تجمع أعداد كبيرة جدا لذوي المصابين وذوي الشهداء الذين وصلوا بفعل هذه الغارة الإسرائيلية التي ليست بالجديدة على هذا الاحتلال الإسرائيلي. في ساعة متأخرة من الليلة الماضية هذا الاحتلال قد أغار وقصف خيمة داخل مدرسة السوارحة في منطقة النصيرات، أدى ذلك لارتقاء 6 من الشهداء من عائلة واحدة من عائلة حسب الله. والآن هذا الاحتلال الإسرائيلي مجددا يغير على مدرسة تأوي المئات من النازحين في منطقة النصيرات التي تعتبر منطقة تشهد يعني نزوح كبير جدا لأعداد كبيرة من المواطنين، يتواجد فيها النصيرات ما يقارب 1 مليون إنسان ما بين مقيم ونازح، ومنهم من لجأ للمدارس وقد أخذ من مراكز الإيواء التابعة للأونروا للأمم المتحدة مكانا آمنا. كان من المفترض أن تقوم الأونروا بإعطاء الاحتلال إحداثيات لهذه المدارس، هي بالفعل فعلت ذلك، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم هذه الأماكن المدنية، لا يفهم إلا فقط أن يوقع يعني الإصابات البليغة في هؤلاء الأطفال في هؤلاء النازحين، يقتلهم أمام يعني أعين أولياء أمورهم وكذلك ذوي. طيب حسب ما أفهم منك محمود، أنت تحدثت عن أنه يتم إيصال الحالات الحرجة والخطيرة إلى شهداء الأقصى بدير البلح، بينما يتم التعامل نوعا ما يعني وصحيح لي بمستشفى العودة مع الإصابات الخفيفة. نعم، يعني هذه المستشفى التي يتواجد بها هي يعني بشكل عام هي مستشفى لاستقبال الحالات الخاصة بالنساء، حالات الولادة فقط تستقبل الإصابات المتوسطة، يتم التعامل معها وتقديم الإسعافات الأولية لهذه الإصابات، ومن ثم يتم تجهيز الإصابات ونقلها لمستشفى تابع لوزارة الصحة الفلسطينية تابع للحكومة هنا في قطاع غزة. هذه المستشفى غير مجهزة الآن للتعامل مع إصابات بليغة جدا تجرى لها عمليات، هنا تحدث عن عمليات الإصابات بفعل الغارات الإسرائيلية، وبالتالي تنقل هذه الإصابات البليغة لمستشفى شهداء الأقصى كونها يعني أو كونها في هذه المستشفى يتواجد يعني أسرة داخل أقسام العناية
يتواجد بها أيضا غرف عمليات تجرى العمليات الجراحية للإصابات التي تصل بفعل الغارات الإسرائيلية. لكن خلال الفترة المقبلة لربما هذه المستشفى تتجهز ليعني نعم تتجهز هذه المستشفى لاستقبال الحالات وإجراء العمليات. وأنا معكم الآن، هناك غارة إسرائيلية جديدة على منطقة السوارحة حسب المعلومات، في منطقة محيط مقبرة السوارحة هناك غارة إسرائيلية جديدة على تلك المنطقة. بطبيعة الحال هذه المنطقة أعرفها جيدا، يوجد بها عدد كبير جدا من الخيام من النازحين في محيط منطقة المقبرة، لربما العائلات الفلسطينية أخذت من المقابر، أخذت كذلك من يعني مراكز. محمود هؤلاء الآن كما تشاهد هم أقام بينهم رضا، سيتم الشهداء الأقصى يعني إجراء العلاجات وكذلك إجراء العمليات وإدخالهم لغرف العمليات المكثفة من أجل إنقاذ حياة هؤلاء المصابين، إضافة لعدد من الشهداء كما تحدثنا قبل قليل 3 من الشهداء بينهم طفلين وصلوا لمستشفى العودة، فيما تحاول الطواقم الطبية الآن إنقاذ عدد من الأطفال والمصابين الذين جاءوا هنا لمستشفى العودة بفعل الغارة الإسرائيلية المفاجئة على مدرسة تأوي نازحين في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات. إضافة للتذكير بأن الوسط هنا يشهد منذ الليلة الماضية تكثيف للغارات الإسرائيلية، حيث ارتكب الاحتلال منذ أمس مجازر بحق مدارس تابعة للأونروا كذلك خيام للنازحين ومنزلا، أدى ذلك لارتقاء 24 شهيدا حصيلة الاستهدافات. نعم نشاهد كيف يأتي المصابين، شاهدوا كيف يأتي المصابين الآن عبر الدراجات النارية، الآن يتم انتشال المصابين وإدخالهم لداخل هذه المستشفى. هذه إصابة لطفل صغير أو فتى في مقتبل العمر، الآن يتم إدخاله لداخل مستشفى العودة. الآن تهرع مجددا سيارات الإسعاف وتخرج من هذه المنطقة باتجاه يعني مستشفى الشهداء الأقصى حتى يتم نقل الإصابات الخطيرة، ومن ثم ستعود هذه السيارات. هذه بالمناسبة المستشفى يوجد فيها بها فقط 3 سيارات إسعاف، وهذا عبء كبير جدا على مستشفى العودة في ظل نقص الإمكانيات والأدوات ونقص السولار الذي تستخدمه هذه السيارات والعربات حتى تقوم بجلب الإصابات والشهداء.